أبيات أول أبيات لي في القصيدة سجلوها كما 10 أبيات ما بغيت السنين الجديدة ذكروني بالأحياء. أبيات يعني في القصيدة سجلوها كما 10 أبيات ما بغيت السنين الجديدة ذكروني بالأحياء. موات المسافة البعيدة قربوا لي المسافة البعيدة يا سنين التعب والمشقات حضرمي من يمنا السعيدة زارنا من بلاد الإمار حضرمي من يمنا السعيدة زارنا من بلاد الإمار ما بغيت سنين الجديدة ذكرنا بالحياة حضرنا يا من السعيدة زارنا من بلد الإمارات ما بغيت سنين الجديدة ذكرتنا ذكروني بالأحياء الموات والأموات يوقف الريق داخل وريده من معه داخل القلب حنات كل ما سمعت جملة مفيدة ذكرتني زماني الذي في الجريدة منه قيدون صاحت وليرف لقرات الخبر ذي انتشر في الجريدة منه قيدون صاحت وليرات كل مرش اللحمة بيده وانت ما بين حورة وعين عيده لا يبادر بقطع العلاقات لا تهم من عدن والحديدة للذي هم يخونوا من دموعي بكتب لك قصيدة من دموعي بكتب لك قصيدة وانت تعرف فرق المساء هات يا ناس هيهات يوم قدني مشي حديدة عبر العمر في غضن واشتاد العنيدة عاصمتنا عدنا العنيدة حاضنة للفرح والمسرات وهالمارق وادي عبيده بثهم على جميع المحط ولا يا نيدا أبو هيثم كفاية نعم ظلمتوني وانا شهري 30 كفاها الله لي يلقي سقاية في الشارع وهالبيته ضماني يا أبو هيثم يا أبو هيثم
حرمتوني حرمتوني وهيثم كفايا ولم توني وانا شهري ثلاثي كفى الله يلقي سبايا بين شارع وهالبيت يا قال وهيثم كفايا ولم توني وانا شهري ثلاثي كفى الله يلقي سبايا بين الشارع وهالبيت كفى يا قول وهيثم كفى يا ولم توني وانا شايف الذي كفاه الله يلقي سبايا بين الشارع وهالبيت ضماني هو يناول هوا ماله نهاية وللعشاق دستور وقوانين تعبني العشق ودخلت العناية ونزلني المستشفى جميل العشق ودخلت العناية ونزلني المستشفى جميل كفاه الله يلقي سقايا في الشارع وهالبيت سقاية سقاية في الشارع وهالبيت ضمانين نهاية عشقنا مثل البداية على عهد الوفاء والشرع والدين رعينا عشقنا أحسن رعاية وشنفنا جميع الفية وهالبيت ضمانين بداية قال أبو عامر بداية أبو عامر قال أبو عامر بداية من الجنة عسى نقب هداك الله يا ابن الهداية بظهر ظلوع على تطعن بسكين إذا ضمنت أن مصر الحماية تحرر العرب مقدس فلسطين مقدس فلسطين كفى الله يلقي سبايا بين الشارع جاية سنين الخير يا ذو العوس جاية وشف فيها مكاسبنا ملايين محب القلب بلقي له حماية من الرحمن وتبارك وياسين عناية بلقي له من عناية سقاية في الشارع وهالبيت ضمانين ضنينك في السفر لا خدت رايه شرح لنت معك رخصة وتامين بالظنينك في السفر لا خدت رايه شرح لنت معك رخصة وتامين ولا ماشي معك حتى وقايه رجع مسكين وصحابك ماشي معك حتى وقايه رجع مسكين وصحابك مسكين كفى الله بلقي سقايا ضمانين يقولون المحبة بالهواية لها تخشع قلوب المحبين جمالك يا خفيف الروح آية يهز القلب ويهز الشرف آية جمالك جمالك يا خفيف الروح آية يهز القلب ويهز القلب ضم
ضم الضائعة ندفع حواية من الألفين إلى 25 ونافي عشقكم تحت الوصاية مسير الخراطة والعنار. جبركم يا أهل الولاية سلام 2000 يا صوت السلاطين. وصلنا جبركم يا أهل الولاية سلام 2000 يا صوت السلاطين. رعاكم ربنا المولى رعاية تهانينا لكم تملي دواوين. في سقاية في الشارع وهالبيت مبارك بن حمد في الدار بداية بغى لا حول نفر شعب قاطين من الألفين اللي مطلب وغاية إلى 2003 يا ثاني يا ثاني.